معايا كمان عبر الهاتف الدكتور ناجي الشهابي، رئيس اهلا حزب وسهلا يا فندم. اهلا الجيل الديمقراطي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا بينا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك دكتور ناجي. حضرتك ازاي شفت التصريحات الكاذبه والمغلوطه من البرلمان الاوروبي؟ وطبعا هي مش المره الاولى في حق مصر، كلما نقترب من اي استحقاق رئاسي او شعبي يطلع البرلمان الاوروبي بتصريحات كاذبه ملهاش اي اساس من الواقع. حضرتك يعني شايف اولا ده ازاي؟ هي زي ما حضرتك ما قلتي، بيان المؤتمر، بيان البرلمان الاوروبي بيان يمتلئ بالاكاذيب والمعلومات الخاطئه، وهدفه منها تضليل الراي العام العالمي وايضا تضليل الراي العام الاوروبي. ليس دي المره الاولى التي يحاول البرلمان الاوروبي من خلال معلومات استقاها من منظمات وصفها القضاء المصري بانها منظمات ارهابيه مدفوعه الاجر، ان هو يطل براسه في شان الداخليه المصري ويتدخل بشؤون دوله مؤسس الامم المتحده، وهي دوله مستقله ذات سياده وتمتلك ارادتها الحره. البرلمان الاوروبي بهذا التدخل في شان الداخليه المصري مش بيخالف بس القانون الدولي، بيخالف القانون هو نفسه. البرلمان الاوروبي انشا من اجل المواطن الاوروبي وليس من اجل انه يتدخل في شؤون الدول الاعضاء الامم المتحده المستقله وذات السياده. يعني كان يجب ان يهتم هو اساسا بحكومه المواطن وينتهك في باريس وفي لندن وفي بون، ولم نسمع عنه كلمه واحده، عنه كلمه واحده عن كل هذه الانتهاكات التي شهدها العالم وكانت على مسمع مرة من كل العالم. البرلمان الاوروبي عندما يستقي معلومات من منظمات مشبوهه بتشتغل بالاجر لدى جماعات ارهابيه، فانه في نفس الوقت يعني بيحقق اهداف واغراض تلك الجماعات. يعني كون انت حضرتك كلامك صحيح انها كلها معلومات كاذبه. واعتقد طبعا يعني سير العمليه الانتخابيه في الفتره القادمه بكل نزاهه وكل شفافيه هو هيكون اكبر رد على هذه الادعاءات الكاذبه اللي دايما بتلاحقنا كلما اقتربنا لاي استحقاق. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، شكرا لي.